السلام عليكم. نكمل وياكم إن شاء الله الحديث عن برنامج التكس أو الستاندرد اللي مسمى تكس. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى أنه نصبنا هذا البرنامج اللي هو مثل ما سميناه تكس ميكر، وشفنا أنه الواجهة الرئيسية الخاصة به عبارة عن مجموعة من القوائم، مجموعة من الأدوات. تستطيع هنا مباشرة أنه يعني ببساطة فايل أنيو وتبدأ في ملف جديد، يعني تلاحظ أنه هذا الملف راح يكون امتداد دوت تي إي إكس. هنا راح يكون عندك مفترق طرق، يا أما أنه تبدأ بالبحث عن المانيوال اللي هو مثل ما نسميه تكس مانيوال بي دي اف مثلا، تبحث عن المانيوال الخاص بهذا البرنامج وتبدأ من خلاله يعني التعرف على هذا البرنامج. هنا ان جنتل انترودكشن تو تكس مانيوال فور سيلف ستدي، هذا اذا كنت تريد الدراسه الذاتيه. مثل ما تلاحظون هنا عدد الصفحات 97 صفحه باللغه الانجليزيه، رغم انه ايضا هناك شروحات يعني باللغه العربيه وربما تكون اقصر او اطول من هذا الشرح. هنا يعطيك فد مقدمة عامة عن هذا البرنامج، وبعد ذلك يبين لك انه هنا الايديت تكست، يعني هاي الخطوات اللي يمر بها هذا البرنامج. محرر النصوص، هذا اللي هو البرنامج نفسه اللي احنا قمنا بتنزيله اللي هو التكست ميكر. بعد ذلك التكست بروجرام نفسه. بعد ذلك يحولك اياه الى الدي في اي فايل، بعد ذلك درايف ديفايس درايفر، ثم ريدبل اوتبوت اللي هو عادة يكون بصيغة البي دي اف اللي نبحث عنه دائما احنا. وممكن ايضا مثل ما ذكرت انه تقوم باتباع هذه الخطوات اللي شرحها هذا البرنامج، كيفيه تنصيب الايديتر، بعد ذلك كيفيه البدء بكتابه الدوكيومنتس. ليتس دو ات، هنا هير فيرست تكست سنتنس سلاش باي، وهنا تبدا يعني تلاحظ انه مثلا ممكن يبدي معك في شرح تفاصيل هذا البرنامج واحده واحده. هذه طبعا الطريقه هي الطريقه الافضل طبعا والطريقه الاكثر كفاءه، لأنه راح تتعرف على أساسيات البرنامج من البداية، وراح تسهل عليك الكثير من الأمور في المستقبل عندما يعني تبدأ بالكتابة الحقيقية للدوكيومنت. إلا أنه هذا الشيء عادة هو نوت براكتيكال، يعني ليس عملي بالنسبة للأخوة والأخوات الباحثين اللي هم واصلين إلى مرحلة الكتابة، لأنه هو عادة تكون يعني الديدلاين أو آخر موعد لتسليم هذه البيبرات هو دائما يكون الأوقات حرجة جدا. فمو من المنطقي أنه ترجع تقرأ هذا الدوكيومنت كله من البداية إلى النهاية، أنا متعرف شلون تتعامل مع كتابة الدوكيومنتس ببرنامج التكس. الطريقة اللي أنا أنصح بها أنه عادة يعني بالنسبة للباحثين في مختلف المجالات، عندما يريد تقديم بيبر معينة إلى فد مكان معين، يفترض أنه هذا إذا كان هذا المكان يشترط عليك أن تقوم بكتابة البيبرات بصيغة التكس دوكيومنت، راح يعطوك ما يسمى بالتمبلت. التمبلت اللي هو يعني الشكل العام أو الهيئة العامة للدوكيومنت اللي أنت تبحث او اللي مطلوب عندك انه تكتبها وتسلمها لهم. مثلا احنا بالنسبه يعني كاختصاص حاسبات او كهرباء او الكترونيك او اتصالات، المؤسسه الرئيسيه او يعني الحاضنه الرئيسيه لاغلب البحوث في مجالنا هي الاي تريبل اي. فبالنسبه للاي تريبل اي مو يعني مجرد انه تكتب اي تريبل اي تكس تمبلت او لاتكس تمبلت، هنا راح يقول لك بانه تلاحظ انه في الموقع الرئيسي هنا الاي تريبل اي كونفرنسز ببلشنج تمبلتس، هنا يعني ارفق لك النصوص الرئيسيه او الهيئات العامه او الرئيسيه الصيغ الرئيسيه اللي هو يعني يطلب من عندك انه تقوم بتسليم البيبرات بها. هنا طبعا اكو مايكروسوفت وورد، اليو اس لتر او الاي 4، واكو عندك اللاتكس تمبلت ايضا، التمبلت هنا موجود على شكل زد اي بي فايل اللي هو ملف مضغوط يعني، وهنا ايضا يعني لاتكس او لاتك بايوغرافي فايلز بالنسبه للويندوز. بالنسبه للاخوه اللي يشتغلون على لينكس او ويندوز او اي نوع من انواع الملفات الاخرى، بما انه انت تريد تشتغل على اللاتك، مجرد انه تجي هنا الى اللاتك تمبلت، هذا التمبلت مجرد انه تنقر عليه راح تنزل عندك هنا على شكل ملف مضغوط. عند فتح هذا الملف المضغوط تلاحظ بان هناك مجموعه من الدوكيومنتس، واحد منهم هو دوت تي اي اكس. هذا الدوت تي اي اكس مجرد انه تقوم بفتحه مباشره في داخل هذا البرنامج، يعني هنا تقدر مباشره إذا قمنا بغلق هذا الملف الفارغ اللي إحنا قاعد نشتغل حاليا، هذا هو الدوكيومنت اللي شرحناه استونا كونفرنس دوت تي اكس، هذا هو الصيغة العامة للملفات اللي مطلوب من عندك أنه تقوم بتسليمها للكونفرنسز الخاصة بالاي تريبل اي. هنا أنا بعد ما شفت أنه هذا طبعا ملف مكتوب مباشرة، وطبعا راح يكون هو من الصعب جدا عليك تتبع ما هي الأمور الموجودة هنا، ولكن مجرد أنه يعني بي دي اف لاتكس تنقل هنا، راح تلاحظ هنا اذا اكو عندك مشاكل او لا. انا بعمليه البروسيسنج، تنتظر قليلا طبعا يعني، لانه مثل ما ذكرنا هنا يعني عمليه كومبايليشن، يعني يقوم بتحويل هذا الدوكيومنت الى شيء بي دي اف. بعد ذلك طبعا هنا تلاحظ بانه اكو عندك ايرور واحد، انه هذا الباكج
استخدم فد صورة اسمها fig1.png اللي هي غير موجودة. هذا طبعا مو مشكلة يعني ممكن انه تكمل. بعد ذلك تنقر على الفيو بي دي اف، هنا يطلع عندك البي دي اف المستخدم. هنا تلاحظ بانه هذا البرنامج اللي هو ممكن نسميه برنامج اللي كتبناه هنا او اللي هو مكتوب اصلا يعني كتمبلت للاي تربل اي، تحول مباشرة الى فد ملف بي دي اف اللي هو هنا تلاحظ بانه اكو عندك البيبر تايتل، هنا اكو عندك اذا تريد تضيف نوتس معينه، هنا الاوثرز الباحثين اللي هم يقومون بكتابتها، الابستراكت، الانترودكشن، الايز اوف يوز وغيرها من الامور الاخرى. هنا طبعا تلاحظ بانه هذه الدوكيومنت هي صحيح قاعد تشرح لك الصيغه العامه للتك دوكيومنتس اللي يعني للاي تربل اي، ولكنه في نفس الوقت اذا تجي تقراها تلاحظ بانه بها الكثير من النصائح اللي تفيدك في كيفيه كتابه هذا النوع من انواع الوثائق. طبعا هنا ايضا يعني على مود تقدر يعني تشوفه على شكل بي دي اف، هنا اكسترنال فيور مجرد تنقر هنا راح يظهر عندك هذا الفيور. تلاحظ بانه هذه هي البيبر وهذا هو التمبلت المرفق لك من قبل الاي تربل اي. تشوف انه يعني هذه هي الفقرات وهذا هو الصيغه العامه للدوكيومنت اللي انت تحاول انه تشتغل عليه. هنا طبعا شلون تقدر تتعامل مع هذا الكلام الكثير اللي موجود هنا وتحوله الى او تحاول تتلاعب بهذا الشيء بحيث انه يخدم مصلحتك. هنا تجي تبدي تبحث، هنا اكو عندك بالبدايه ما يسمى باللايبراريز، هنا المكتبات التي يقوم باستيرادها لكي يستخدمها، يعني مثلا يوز باكج سايت، يوز باكج اي ام اس ماث، هنا مثلا الالجوريثميك، الجرافيكس، التكست سكوب، الكلر، هذني كلهن المكتبات اللي قام باستيرادهن لكي يستخدمهن في داخل هذا الدوكيومنت. بعد ذلك هنا تجي تلاحظ بانه اكو عندك سلاش، هنا سلاش بيجن دوكيومنت، وهنا لازم بالنهايه ايضا سلاش اند دوكيومنت. هذه هي تعتبر كانه يعني قوس البدايه وقوس النهايه لهذا البرنامج. هنا في البدايه ايضا تلاحظ بانه سلاش تايتل بيبر تايتل، هنا مجرد انه تجي تنقر على هذا المكان وتمسحه تقول مثلا this is my paper title، يعني تقدر تضيف اي شيء بعد ذلك. وهنا تلاحظ بانه بعد انه تنقل هذا الشيء، هنا ايضا تلاحظ بانه اكو عندك فد يسمونه فوت نوت سايز اللي هي هذه النوت، هذا اللي هو عباره عن يعني ملحق بسيط مع البيج تايتل. اذا كان عندك ملحق بسيط تريد تضيفه اللي هو هنا مثلا نوت سب تايتلز الى اخره، او اذا كان عندك هذا الشيء غير موجود مباشره تستطيع يعني حذف هذا الشيء كله، مجرد انه تقوم بحذف هذا الشيء و That's it. يعني مجرد انه تنقر هنا اكو عندك هنا فد قوس missing، نمسح هذا، ننقر هنا بعد على الفيو دوكيومنت. سوري This is my paper title. هنا تلاحظ بانه هذا الشيء اللي احنا قمنا بتعديله، هذا اللي هو This is my paper title، هذا هو تم اضافته هنا. نفس الحالة بالنسبة لل thanks هنا، او بالنسبه لل authors author slash author block text superscript الى اخره، given name هذا هنا اول واحد هنا مثلا تلاحظ انه first given name هذا one text superscript given name. هنا مجرد انه تقوم بمسح هذا الشيء وتقوم بكتابه مثلا مصطفى صادق مثلا، وهنا طبعا هنا تقدر تغير الديبارتمنت نيم وليكن هنا مثلا يعني Electrical Engineering and Computer Science، الـ Organization اللي هي الـ University of Tennessee مثلا، Knoxville، السيتي والكانتري، هذا طبعا هي كل الامور هي موجوده يعني نوكسفيل تينيسي يو اس اي، وهنا الايميل ادرس مثلا، هنا تقدر تضيف الايميل ادرس الخاص بك. يعني تلاحظ بانه هي الدوكيومنت شارحه نفسها بنفسها، هنا مثلا وليكن اي بي سي دي اي اف جي ات جيميل دوت كوم مثلا يعني. بعد ذلك تستطيع انه مجرد انه تنقل هنا وتنقل هنا فيو بي دي اف، تلاحظ انه سوري هنا تغير عندك
الاوثر الاول صار عندك مصطفى صادق الكتريكال انجينير كمبيوتر ساينس يونيفرسيتي اوف تينيسي نوكسفيل، وهذا هو معلومات الاوثر الاول. الاوثر الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ممكن نضيف يعني ست اوثرز او اكثر يعني بتعديل الامور اللي هي موجوده اصلا هنا. هذا عندك هنا ستة اوثرز ممكن انه تضيف او تحذف لهم مثل ما تريد. هنا ميك تايتل انتهت هنا عندك. بعد ذلك يبدا عندك البيجن ابستراكت. الابستراكت هنا ايضا تلاحظ انه يعني بداخلها this document is a model and instructions for LaTeX, this is IEEE transactions CLS الى اخره. هذا هو نفس الكلام اللي موجود هنا. نفس الحالة ايضا تستطيع يعني مجرد انه تقوم بحذف هذا الكلام كله وكتابة الشيء اللي انت تريده. مثلا اذا قمنا بحذف كل هذه الامور وقلنا له this is the abstract that we want to write مثلا يعني. ايضا تلقى هنا بي دي اف لاتك فيو بي دي اف، تلاحظ انه هنا الابستراكت تحولت الى انه this is the abstract that we want to write. بعد ذلك هذا الاندكس تيرمز اللي هي يعني الكلمات المفتاحيه، وايضا هنا تستطيع يعني اضافتها اللي هن هذا هن الاي تربل اي كي ووردز الكومبوننت فورماتنج ستايل ستايلينج انزيرت الى اخره. هذه ايضا تستطيع يعني مسحها وكتابه الامور اللي تخصك. الانترودكشن نفس الحاله. بالنسبه للسكشنز ايضا سلاش سكشن يبدا عندك سكشن اللي هو يعني المقطع الرئيسي اللي هو مثلا ايز اوف يوز، سلاش سب سكشن اللي هو يعني مقطع او فقره فرعيه في داخل هذا الفقره الرئيسيه. الفقره الرئيسيه هنا تسلسلها رقم 2 والفقره الفرعيه اللي في داخلها اسمها اي مثلا. وكذلك بالنسبه لبقيه الامور سكشن سب سكشن الى اخره. هذا مجرد يعني الصيغه العامه للدوكيومنت. اخيرا توصل الى مرحله الريفرنسز واللي هنا مثلا او البايوغرافي begin the bibliography، وهنا تعدد الريفرنسز اللي اعتمدت عليهن واللي هن هنا راح يكون موجودات عندك. هاي الريفرنسز اخر شيء 1 2 3 4 5 6 7 يعني تلاحظ انه هنا اكو سلاش بيب ايتم بي 1 هنا اسمه بي 1 وهنا يعني في داخل الدوكيومنت ايضا يعني من تريد تسوي سايتيشن تسوي يعني سلاش بي 1 هنا يعني مثلا سلاش سايت بي 6 هو قاعد يقوم يعني ب استدعاء هذا البي 6 يعني هذا الدوك الرفرنس اللي رقمه 6 هنا عندما نريد استدعائه نقوم بعمل سلاش سلايت سايت بي 6 بحيث انه في الدوكيومنت الرئيسيه تلاحظ بانه هذا الشيء راح يكون عندك بهذه الصيغه وين هنا هذا اللي هو يعني قوسين كبيره وبداخلها رقم 6 اللي هو يعني استدعاء لهذه الدوكيومنت. هنا طبعا اذا كنت تريد تستخدم يعني السايتيشن من نوع الام ال اي او الاي بي اي او غيرها تعتمد على الوثيقه اللي انت تشتغل بها. هذا طبعا هو يعتبر السايتيشن الستاندرد بالنسبه للاي تربل اي. مثل ما ذكرت ايضا اذا كنت تشتغل مع يعني مؤسسه اخرى ل يعني النشر عندهم يعني السفير او غيرها، كل واحده منهم طبعا راح تكون عندها تمبلت خاصه بها وعلى اساسها تستطيع كتابه الدوكيومنت الخاصه بك وتصديرها على شكل بي دي اف وارسالها لهم او باي صيغه اخرى. هذه طبعا تعتبر يعني هي مقدمه بسيطه عن التعامل مع الهيكل العام للدوكيومنت. بعد ذلك ان شاء الله في الدروس القادمه راح نبدي نشرح شيء مبسط عن كيفيه التعامل مع الصور والجداول والمعادلات، لانه هذه تعتبر هي يعني النقطه الرئيسيه المهمه لهذا البرنامج. فخليكم معنا، شكرا جزيلا ومع السلامه.